السلام عليكم. ان شاء الله نعمل مع بعض ان شاء الله النهارده اللبن المكثف او الحليب المكثف. بنحط نص كيلو لبن بودره، ده اللي انا بشتغل بيه هنا يا جماعه، يعني ده انا شغال بيه من كذا سنه وزي الفل. في ناس بتعمل اللبن وتغليه على النار لغايه لما يقصر ولغايه لما يفضل يغلي كتير، لكن انا بفضل الطريقه دي اللي هي سهله. يعني بنحط نص كيلو لبن بودره، نص كيلو سكر بودره، 200 جرام زبده في الرحايه او في خلاط يكون شديد، يعني الرحايه يكون افضل، يغلوا مع بعض يتقدروا مع بعض كويس. دول بنزل ب 400 جرام ميه بتغلي، اهم حاجه تكون ميه بتغلي، واخليه في الرحايه حوالي 10 دقائق. يطلع معايا لبن زي الفل، وبشتغل بيه على كل حاجاتي، كل المقادير اللي بشتغل بيها لبن مكثف بتبقى هو ده اللي بشتغل بيه. خليكم معانا كده يا جماعه. اهو ادي الرحايه، نحط فيها نص كيلو لبن مع نص كيلو سكر بودره، ادي الزبده 200 جرام زبده، وخليكم معانا. نحط بقى السخن اهي، وكده يا جماعه اهي ده اللبن المكثف اللي انا عملته. بيخش التلاجة بس يريح حوالي ساعتين ثلاثة، بيطلع زي الفل. ده الحليب المكثف اللي احنا قلنا عليه. حطيت نص كيلو سكر بودرة، حطيت نص كيلو لبن بودرة، حطيت 200 جرام زبدة، حطيت 400 جرام مية بتغلي، أهم حاجة المية تكون بتغلي. يطلع معايا زي ما انتم شايفينه كده اهو. ده الحليب المكثف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.